سحور في جامعة القاهرة، طيب لماذا أثار أزمة؟ أثار أكثر من أزمة، أزمة أولى على اعتبار أنه كان راعي هذا السحور هو رجل الأعمال الأستاذ أحمد أبو هشيمة، وبالتالي في اتجاه كده هيبقى يقول أنه لا لاستخدام الجامعات من قبل رجال الأعمال أو لا للمال السياسي داخل الجامعات. وأيضا اللي احتجوا قالوا أنه هذا السحور كان محاطا ببعض المظاهر اللي وجدوا أنها لا تتناسب مع تقاليد الجامعة، كان فيها رأس يعني وأغاني. هل ده صحيح؟ هنشوف أولا هذا التقرير عن السحور، وبعدها هنشوف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة اللي أصدر بيانا، وهنسأل أيضا الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة اللي لا أشك لحظة أبدا في أنه يمكن أن يسمح باستخدام رجال الأعمال للجامعة أو بتسلل المال السياسي، لكن هنحقق القضية بكل جوانبها. السحور اللي احنا يعني النهارده هو تظاهره وفعاليه لم تحدث في اي مكان في العالم. في جامعه القاهره النهارده بيتجمع اكثر من 20,000 طالب ومجموعه مميزه من الضيوف، وفي الحقيقه فعاليه مبهجه قايمه على التواصل مع الطلبه مع الشباب. زي ما انت شايفه هم اللي منظمين، يعني هم بنظموا نفسهم، كل واحد مشارك ومدعو ومنظم. احنا عملنا استعداد جيد لهذه الفعاليه، ونتمنى ان شاء الله ان هي توصل للاخر. رمضان احسن حاجه فيه اللمه، وان انا جاي انا واصحابي، ولمه حلوه في جامعه القاهره، وكفايه يعني انها برعايه هاو تو بي، يعني حديد المصريين دي يعني في الاشراف هم حاجه حلوه. لا هو الاحتفال جميل ويا ريت يحصل كتير. دكتور جابر نصار يعني على طول عامل لنا احتفالات وبيهتم بالجامعه وبيهتم بالطلبه، واي حد عايز حاجه بيعملها له. احتفال جميل واحتفالات حلوه يعني في رمضان، ويا ريت تتكرر تاني كتير يعني. احب اشكر الدكتور جابر نصار على هذه الدعوه الجميله، والاستاذ احمد ابو هشيمه، وكل اصحابي من هاو تي بي كلهم هنا، فانا حاولت حبيت لازم اشارك واكون جنبهم، وحاجه كويسه ومع قرايبي واصحابي واخواتي، فدي حاجه كويسه يعني بالنسبه لي. حاجه كويسه، حاجه كويسه طبعا لينا احنا كطلبه، وعملوا لنا يوم جميل يعني واستمتعنا باليوم. طبعا ده فكره كويسه جدا، وكل رمضان نبقى متجمعين هنا ان شاء الله يعني. ابيع معاني الحب وقولوا عليا بايع، هعيش مع اصحابي كل يوم ضايع، اللون الاحمر شع ضربات ويا بيونكا، ماشي في نص الملعب لوحدي زي دونجا، هو شايفك ورده وانتي شايفاه دبدوب. والله انا جبت كل اصحابي بقى عشان نيجي عشان نتشارك هنا في الفرحه مع دكتور جابر، وهو دكتور جابر بصراحه هو شاركنا بكل حب يعني. انا اصلا كلمته على الفيس، وهو اساسا يعني فاتح باب التواصل ما بيننا وما بينه. انا اتبسطت جدا عشان دي اخر سنه ليا في الجامعه، فكانت فرصه حلوه ان انا اخر يوم بقى يكون في الجامعه ليا يكون حلو النهارده. الشباب يعني الشباب هم الامل وهم الحياة في البلد دي، وهم أكبر كنز بتمتلكه مصر، فأي حاجة فيها شباب إحنا بنحب ندعمنا. وبحب إن أنا يعني أشكر جامعة القاهرة وهاو تو بي والدكتور جابر، كل الناس اللي ساهمت في 20,000 واحد يقعدوا في صخور زي ده، يعني بتدل على اللمة المصرية والأسرة المصرية. رمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين، وبالتأكيد لما يبقى في احتفالية زي دي وزي ما احنا شايفين الجامعات والشباب الجامعات احتفالية كبيرة، كان لازم نيجي نحضر ونشارك، لانه انا بشوف ان هو ده روح اللي يجب انها تكون في كل جامعاتنا، يعني ان الشباب ياخد فرصة بعيدا عن الاجواء المحاضرات، وانه يبقى في نوع من الارتباط ما بين الاساتذة وما بين الطلبة. أقدم معايا أيضا دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. دكتور جابر أهلا بيك. دكتور جابر، طيب لغاية
دكتور جابر سامعني؟ ايوه معاك سامعك. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب يا دكتور. انت طيب يا حبيبي، ربنا يخليك. خليني ابدا بس بعبد الله انور رئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره. يا عبد الله اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا بيك على الساده المشاهدين، كل سنه وحضرتك بخير. عبد الله خليني اسالك، انتوا اصدرتم بيانا، يعني بايجاز كده البيان بيستنكر اتحاد طلاب جامعة القاهرة ما قامت به إدارة الجامعة من خلال عدة فعاليات استهدفت بشكل مباشر وغير مباشر الدعاية والتسويق السياسي لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مستخدمة في ذلك أحد الكيانات الطلابية الممولة والبعيدة عن الحركة الطلابية والنشاط الطلابي. كلمتك بقى في الجزء الأخير، يعني ده جزء يعني إنه رجال الأعمال بيستخدموا الجامعة. يعني الجزء الثاني اتكلمت عن المسخرة، نتوجه بالاعتذار لطلاب التربية العسكرية بعد استخدام الجامعة لهم. لا هي مش مسخرة، هي السخرة، السخرة. أنا آسف في التعبير، السخرة، أنا اللي آسف. في تنظيم سحور الجامعة تم استخدام طلاب التربية العسكرية يعني بأسلوب يشبه السخرة في تنظيم سحور الجامعة. خلينا في الجزء الأول يا عبد الله. الجزء الأول هنا، ليه اعتبرت هذا السحور بمثابة تسلل للمال السياسي واستخدام لرجال الأعمال؟ يعني رجال الأعمال يبحثون عن ديكور وعن أدوات لاختراق الحياة فيلجأون ايضا للتسلل داخل الجامعات. تمام. انا على مدار 4 سنين يعني وجودنا كلنا في الحركه الطلابيه، الحقيقه احنا وجودنا في الاتحاد الطلابي او تنظيم طلابي يوم على حاجتين مهمين جدا. اول حاجه اللي هو اتحاد طلبه بيكون بشكل واضح او اي كيان طلابي هو بيعبر فقط عن صالح الجامعه وبيعبر فقط عن صالح الطلبه اللي بيمثلهم. انا اللي حصل ان احنا شفنا كيان جديد اول مره اشوفه في جامعه القاهره. احنا موجودين في جامعه القاهره بقى لنا 4 سنين، انا موجود في اتحاد طلبه بقى لي 4 سنين. اول مره اشوف كيان جديد بيستخدم في اول فعالياته، هي كانت ندوه داخل قبه جامعه القاهره ومسرح القبه، دعايه لاحد برضه لرجل الاعمال احمد ابو هشيمه، وكان فيها موجود من رموز. يعني ايه كيان جديد؟ يعني ايه كيان جديد؟ كيان جديد يعني كيان حتى مش مسجل في اسم جامعه القاهره، لا هو اسره ولا هو نموذج محاكاه، هو كيان عام جدا عامل صفحه على الفيسبوك. احنا كيان موجود في الجامعات المصريه، كان غير مسجل، مسجل باي جامعه مصريه. كيان بيتكلم حوالين ان احنا بندفع الشباب الى الشباب هادفه كلها وشعارات نتفق معاها، هم زملائنا من الطلبه، ولا يعني ولا بنحاول حتى ان احنا نكسر. يعني هو كيان طلابي موجود داخل الجامعه، مش دخيل على الجامعه يعني. لا هو الكيان نفسه مش مسجل داخل الجامعه، الاتحاد الطلابي كيانات شرعيه، الاسر الطلابيه مسجله داخل الجامعه، الكيانات دي كلها مسجله داخل اداره الجامعه لممارسه النشاط، اما الكيان ده هو غير مسجل داخل اداره الجامعه لممارسه النشاط، فبالتالي هنا في اشكاليه وجود هذا الكيان اصلا، بالاضافه اصلا ان هذا الكيان مع الحاجات اللي هو بيدعي ليها الا ان هذا الكيان في بعض المشاكل حوالين الحاجات اللي بتنوره، يعني حاجه غريبه جدا ان احنا نشوف ان كل انشطه معتمده على الدعايه لرجل الاعمال احمد ابو هشيمه، فدي حاجه بتثير الشك الرهيبه داخلنا. احنا بقالنا كتير في جامعه القاهره وبنشوف انشطه طلابيه كتير، ما شفناش لاول مره بيحصل ان نشاط يجي مع كتير جدا. بس انت عندك ادله على اتهامك لزملاء ان بيمولهم رجل اعمال؟ ما هو احنا عندنا كتير جدا ان الجامعه امبارح او السحور امبارح دكاتره كتير وطلبه كتير من الرعاه الفعليه يقول لك احنا حسينا ان من كتر ما اتذكر اسم الجامعه اسم رجل الاعمال اتذكر اكتر ما اسم الجامعه اتذكرت، فهل دي كانت محاوله للدعايه؟ احنا كل البيان بتاعنا قبل ما نتهم زملائنا قبل ما نتهم اي حد احنا لا بهدوء كده يا عبد الله، بس عايز افهم ايه اعتراضكم على ان رجل اعمال يرعى سحورا داخل جامعه القاهره، عشان بس نوصل ده للمشاهد يعني. تمام. بقول لك يا ريت. تمام حضرتك معايا؟ اتفضل. انا سامعك، اتفضل. فانا بكلم حضرتك ان حتى الدعايه اللي كانت موجوده خلال اليوم كانت كلها بتتكلم على ان الجامعه بتصب ان هذا رجل الاعمال هو الوحيد الذي يمول هذا السحور، فبالتالي شفنا على البنرات وشفنا بدل ما يتكتب اسم الشركه لا بيتكتب اسم رجل الاعمال، وفي احتفال كبير جدا كان موجود بشكل غريب حتى احنا استغربناه، يعني دي كلها امور احنا مش عايزين يا استاذ وائل نرجع للعصور بتاعه اسس جيل المستقبل اللي كان بياخدها النظام الاصدق وجمال مبارك والاسر اللي كانت بتقوم على
فكره الاستخدام السياسي للطلبه وفكره اعطائهم المنح والحاجات المجانيه والحاجات المموله علشان خاطر يتم استقطابهم سياسيا. فبالتالي دي كل دي امور يجب ان ننأى بنفسنا عنها، لان في الاول وفي الاخر لما كمان يدخل رجل اعمال يبدا ينظم انشطه ويشوف كل حجم هذه الدعايه، ما هذا يفتح الباب والفرصه لرجل اعمال تاني ان هو يستخدم كيان اخر، فبالتالي تصبح الجامعه تاحه يعني انت بتخشى انه ده يفتح الباب لرجال الاعمال لاختطاف الجامعه؟ استاذ وائل احنا لا نتهم احد ولا حتى احنا بنقدر الطلبه وزمايلنا اللي قالوا فيها لازم نقدر لا احنا بنتناقش يا عبد الله، وحتى اللي عندهم هذا الاتجاه في الافكار يجب ان نناقشهم، ما حدش حي يعني احنا بنثير كل هذه التساؤلات حتى لا تصبح الجامعه تاحه للصراعات بين رجال الاعمال وتاحه للصراعات السياسيه مره اخرى. احنا قضينا فتره كبيره جدا اعتقد ان احنا تعلمنا منها دروس كتير جدا، يجب ان نتعلم الدرس جيدا وان نصبح لدينا الوعي الكامل عشان نقدر نحافظ على ما اكتسبناه من استقرار الجامعه والقوه والعمليه التعليميه. فاحنا مش عايزين ابدا ان يكون في محاولة ولا مرة أخرى إننا نرجع للمشاهد اللي كنا بنشوفها قبل كده. إحنا مبسوطين جدا بجامعتنا بالشكل ده وباستقرار الجامعة وباستقرارها بعيدا عن أي أحد أو بعيدا عن أي كيان أو أي شخص يجي بالشكل ده. طيب خليني يعني هنا نناقش الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وهو صدره دائما بيتسع لكل النقاشات. دكتور جابر اتفضل. وائل مساء الخير يا عبد الله. اولا انا عايز اقول لك انه المنطلقات اللي اتكلم فيها عبد الله تحتاج الى اعاده نظر او تحتاج الى مراجعه. اسمح لي ان احنا نتكلم في هذا الامر. اتفضل. اولا يا استاذ وائل، عبد الله عارف ان انا مكتبي مفتوح ليه، بيجي لي من غير ميعاد وبيقولوا لي وانا اعطلهم تعليمات ان عبد الله يخش عليا في اي وقت كرئيس الاتحاد الطلاب. يعني اتحاد الطلاب، وقبل الفاعلية بيوم أو يومين كان عندي في مكتبي علشان بيقترح أنشطة بوافق له وهو واقف على طول، ولم أؤجل له نشاط أبدا، وهو معك على الخط الثاني. ولذلك العلاقة بين رئيس الجامعة وبين اتحاد الطلاب في الكليات أو في الجامعة هي موصولة، ولو أنه كان لديه بعض التخوفات اللي تحدث فيها كان يجب أن يتحدث مع رئيس الجامعة أو إدارة الجامعة لكي يبين له الأمر. هذا لم يحدث، وأصدر بيانا ارتكز كما قلت على نقطتين أساسيتين أو ثلاث نقاط، خلوهم ثلاث نقاط. النقطة الأولانية هي مجموعة الطلاب اللي نظموا هذا النشاط. النقطة الثانية هي مسألة التربية العسكرية. النقطة الثالثة رعاية حديد المصريين للفاعلية. أولا احنا في جامعة القاهرة هو بينطلق من منطلق نحن لا نسلم به على الإطلاق، هو بيقول ان الاتحاد هو الذي يمارس النشاط فقط، والأسر اللي موجودة في الكليات هي التي تمارس النشاط. أنا عندي في جامعة القاهرة 300,000 طالب، لما أجي أحصر ممارسة النشاط في الاتحاد كإطار رسمي مش هيتعمل نشاط في جامعة القاهرة. ولذلك نحن فتحنا أبواب النشاط الطلابي لكل المجموعات الطلابية أيا كان شكلها أو أيا كان، بشرط عدم التحزب. ولذلك كل أنا أتحدى على الهواء إن كان هناك مجموعة من الطلاب قدمت لنشاط طلابي ورفضناه وعملنا إطار في جامعة القاهرة وأعلناه للطلاب جميعا، حتى لو طالب واحد اقترح نشاطك وإحنا ننظمه معاك، هذا عنوان في جامعة القاهرة. ولذلك امتلأت جامعة القاهرة بمبادرات النشاط الفردية. على سبيل المثال في كلية دار العلوم أكثر من 40 فاعلية خارج نطاق الأطر الرسمية أو الاتحاد أو الأسر. الطلبة اللي بيطلع في دماغه حاجة بيجي يقول لنا عايزين نعملها، فبنديله الباب إن هو يعملها. كلية الإعلام، مشروعات التخرج في كلية الإعلام أصبحت أنشطة ثقافية وفنية
تجرى في ساحة الحرم الجامعي. إذن النهاردة إحنا أطلقنا طاقات الطلاب. أيضا ارتبط هذا المشروع بأن الطالب نفسه ينظم، الطالب نفسه يتحمل مسؤولية التنظيم ويبحث عن رعاة. هذه مسألة. أما المسألة التي تتعلق بالتربية العسكرية، أنا أتحدى أولا هذا الوصف الذي وصفوه في البيان هو سب وقذف، وسوف تتعامل معه الجامعة معاملة قانونية. اللي هو الصخرة. طبعا أولا ما هي التربية العسكرية؟ انهم نظموا انتوا استخدمتهم في تنظيم سحور الجامعه. يا استاذ وائل اتفضل، انا بدي لك بيانات. التربيه العسكريه تتبع القوات المسلحه ولا تتبع الجامعه؟ التربيه العسكريه في الجامعات تتبع القوات المسلحه ولا تتبع الجامعه؟ ولكن جزء من وجودها في الجامعه هي النشاط الاجتماعي في الجامعه. طب ما التربيه العسكريه السنه اللي فاتت عملنا لهم فاعليه ضمن النشاط ضمن التدريبات ان هم يدهنوا الجامعه. هل ده تعتبر صخره؟ التربيه العسكريه الدوره الموجوده دلوقتي يا استاذ وائل فيها 1400 طالب. قائد القوات الدفاع الشرعي الشعبي بجامعه القاهره العقيد علاء مرسي خيرهم بين أن يشتركوا في تنظيم الفاعلية أو ويأخذوا يوم الخميس أجازة، أو لا يشتركوا ويأخذوا يوم الخميس عمل. في 1400 طالب في التربية العسكرية، 550 طلبوا الاشتراك في الفاعلية. ولم وبالتالي يعني دي ده 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 بروح العمل الاجتماعي، بروح العمل الاجتماعي وليس صخرة. يا أستاذ وائل، يا أستاذ وائل، هذا كلام مسؤول. النهاردة عندما يقال هذا الكلام هذا عبث. طب ما جاش يعني ليه؟ ما يمشي دكتور، دكتور جابر، أنت أب لكل الطلاب في النهاية. طبعاً يعني طبعاً، والعبد الله وهو يدرك ذلك حتى ذلك. إذا يعني أخطأوا بعض الألفاظ يعني، لكن خليك بس معايا. الترابيزات اتفرشت. دور التربية العسكرية بدأ من بعد فطار يوم السحور. لم ينزل منهم طالب واحد إلى ساحة السحور قبل هذا الميعاد. ولذلك يقول لك بيفرشوا الترابيزات، بيفرشوا معرفش إيه، بيشيلوا معرفش إيه. هذا كذب، هذا غير صحيح. هذه واحد. أما رعاية، خلينا بقى أقف رجل الأعمال. يبدو أن القضية هي متعلقة كمان برجل الأعمال أحمد أبو هشيم. اتفضل يا دكتور، يا أستاذ وائل. الذي كان يرعى الحفل حديد المصريين وهي شركة مصرية، فقد الطلاب عندما ذهبوا ليبحثوا عن راعي تقدمت حديد المصريين بالرعاية زيها زي 100 شركة بترعي نشاطات في جامعة القاهرة. عندي شركة غبور، عندي شركة عندي شركة أحمد بهجت بتاع خالد دريم بترعى أنشطة علمية في جامعة القاهرة. عندي مئات الشركات المصرية. لماذا عندما جاء هذا الامر قام الناس ولا يريدوا ان يقعدون؟ واتكلمنا عن مال سياسي ايه؟ 70% يا وائل من الوجبات التي قدمت اتعملت في دار الضيافه وكليه الزراعه. 2500 فطير مشلت، فطيره مشلتت اتعملوا في كليه الزراعه في الجامعه. النهارده مال سياسي ايه؟ بقى هو شركه جت رعت سحور في جامعة القاهرة وبعدين لمدة في جامعة القاهرة نتحدث عن مال سياسي؟ يعني ايه مال سياسي؟ هذا عبث، هذا تزوير، هذا طيب. كلام غير صحيح. طيب خلينا نناقش عبد الله. يا عبد الله، انتوا ختمتوا حتى البيان: المال السياسي يخترق الجامعات في محاولة جهنمية للسيطرة على عقول الطلاب. قول لي يا دكتور، بس انا عايز اوضح برضه بعض النقط اللي اثرها الدكتور جابر. يعني وانا يعني زي ما قال دكتور جابر، احنا في الاول وفي الاخر جامعه القاهره زي ما دكتور جابر احنا او اداره الجامعه جزء منها واتحاد الطلبه جزء منها، وله حق ان يثير كافه الشكوك او الحاجات المتعلقه. طبعا، وانا واثق ان هو حوار بين اب وابنائه، بين رئيس جامعه اكيد طبعا يحترم طلابه ويفسح صدره له. اتفضل. احنا ادينا خدمه الطلبه العسكريه، واحنا دايما الطلبه العسكريه مرتبطه
دايما بوقت معين احنا بنحضره صباحا بيكون خلال فتره صباحيه. دلوقتي الخدمه العسكريه او الطالب اللي بيروح الخدمه العسكريه التابعه للجامعه دي عباره عن زي ماده التربيه القوميه اللي بناخدها، هدفها توعيه، هدفها ان احنا بنبدا نشارك في الحاجات فعلا الفعاليات الخاصه بالجامعه. لكن الغير طبيعي ان لاول مره يجي لنا اكثر من 150 شكوى من طالب في العسكريه بيتكلم حوالين ان هو كان جاي من بلد بعيده وان هو ما لحقش السحور وان هو بعد في جامعه القاهره وان اللي حصل معاه في جامعه القاهره شيء اجري ويكتبوا على السوشيال ميديا، كل ده موثق ومكتوب عندنا. فالحقيقه ان احنا حجم الطلبه اللي تعرضوا للمأساه في اليوم ده وان هم يبقى زمايلهم اللي جنبهم في نفس السنه الدراسيه واللي هم زمايل مع بعض وهو واقف وهم قاعدين بيستمتعوا بالسحور، فبالتالي دي كل دي امور بتاثر نفسيا بالاضافه اللي خلينا نتكلم بشكل واضح وصريح. افرض يعني اذا حدثت الامور وحضر وعمل شغل مثلا في اليوم، هل كان التربيه الحكايه قادرين فعلا ان هم يعملوا الحدث او ان هم عندهم اصلا القدرات ان هم يعملوا؟ ما في الاول وفي الاخر هيكونوا هم ضحيه اي شيء ممكن يحصل لا قدر الله، واحنا لا نفترض شيئا يعني. بس هو الفكره كلها ان ما ينفعش ان يتعامل طالب داخل جامعه القاهره 150 طالب في الجامعه مقدم لنا شكاوى، احنا مش هنتحرك علشان خاطر لا هم حد قدم لك شكاوى من هو ده شيء قليل؟ لا طبعا مش حد قدم لك شكاوى يا عبد الله، حد قدم لك شكاوى؟ لا الوقت طلبة الكلية العسكرية الدكتور جابر بيقول يتبعون القوات المسلحة ولا يتبعون الجامعة. عبد الله سمعني؟ طيب نحاول نجيب عبد الله تاني لغاية ما نجيب عبد الله. طب نسأل طالبة نجلاء حسن في كلية الحقوق جامعة القاهرة. يا نجلاء أهلا بيكي. نجلاء سمعاني؟ لا انا بحضرتك السحور. نجلاء انت حضرت السحور بتاع امبارح؟ اه حضرت السحور امبارح، كنت موجوده بالظبط في الجامعه الساعه 10 الا ربع. طب خليكي معايا تاني يا نجلاء، بس هكمل مع عبد الله. عبد الله قول لي في نقطه طلبه التربيه العسكريه، هل في حد قدم لك شكاوى؟ يا دكتور الو. اه انا سامعك، اتفضل. اتفضل. انا بكلم حضرتك ان احنا لازم يعني الطلبه دي لهم حق علينا ان احنا يعني احد الصحفيين اللي كان موجود يا عبد الله. انا سؤالي طلبه التربيه العسكريه الدكتور جابر بيقول يؤدوه، يعني هنا ده في اطار العمل الدور الاجتماعي اللي بيؤدوه في الجامعه. عبد الله سامعني؟ طيب نسال نجلاء تاني لغايه ما يرجع لنا. يا استاذه نجلاء، هل بيان اتحاد الطلاب اللي اتكلم على ان سحور في جامعة القاهرة تحت رعاية رجل اعمال ده بمثابة استخدام للجامعات من قبل رجال الاعمال واختراق للجامعات بالاضافة لبعض النقاط التانية اللي اتكلموا عنها؟ اتفضلي. والله انا امبارح بس السحور وزي اي حد بمعاد السحور من على الفيسبوك الدكتور جابر مختار، وبصراحه لما رحت انا اتفاجئت بالمنظر الجميل وكانت حاجه رائعه جدا، وعدد الطلبه اللي كانوا موجودين كان عدد غير طبيعي، كلهم طبعا من حبهم في جامعه القاهره، وكان موجود ايضا طلبه من جامعه عين شمس والحلوان، وانا حتى ساعتها كتبت ان جامعات مصر كلها موجوده في جامعه القاهره للاحتفال الجميل الرائع اللي كان موجود ده. وانا اول ما دخلت انا ما شفتش بصراحه انا موضوع الاتحاد الطلبه ده، انا ما شفتش اي حد من اتحاد الطلبه كان موجود، كانوا موجودين قدامي على الترابيزه من اول ما دخلت، وهم كانوا لابسين التيشيرتات الكحلي مكتوب عليها اتحاد الطلبه، ما كانوش كانوا قاعدين على الترابيزه ما كانوش بيعملوا اي حاجه. لكن دور الطلبه بتوع الكليه العسكريه هو اللي كان دورهم جميل ورائع جدا، لكن مع الاسف انا موضوع اللي بيتكلم فيه استاذ عبد الله ده انا ما شفتش اي حد من طلبه الاتحاد. لا يعني ان يكون راعي السحور شركه رئيسها رجل اعمال شهير هو احمد ابو هشيمه، هل ده يسبب لكم استفزازا، يديكم احساس بان هناك من جاء لاختراق الجامعه لاستخدامها؟ والله احنا سمعنا الكلام ده من عبد الله، ما شفناش حاجه زي كده خالص. طيب ارجع تاني لعبد الله. عبد الله نجلاء حتى بتقول حضرنا السحور كان المشهد رائعا ولم يشعروا بانه فيه
ان الهدف منه ان في رجل اعمال يستخدم الرجل. قول لي بس في النقطه دي يا عبد الله ايه ادلتك على ان في رجل اعمال هنا هيستخدم الجامعه كديكور سياسي واجتماعي؟ يا استاذ وائل انت احنا بنتكلم دلوقتي ان الجامعه فيها 250 الف طالب، مع احترامي لزميلتي ولاختي، لكن في الاول وفي الاخر هناك طلبه اخرون حضروا السحور وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي ووثقوا شهاداتهم من خلال عديد من المواقع. انا بتكلم دلوقتي في النقطه يا استاذ وائل، احنا ما بنتكلمش ان هناك حاله حدثت بالفعل فاحنا عايزين نعاقب من فعلها، احنا بنتكلم في الشكوك وبنتكلم في التساؤلات التي اثرها البيان من خلال عده امور حول هذا الكيان. فبالتالي ما ينفعش يا استاذ وائل ان يتم استخدام الجامعه لا من قبل رجل اعمال فين ولا فلان. ايه فكره الرعايه وفكره السبونسر وفكره الانشطه الطلابيه اللي تستخدم فيها يجب ان يكون استخدام الكيانات وليس الاشخاص. احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم على هناك رعايه لحدث فبنتكلم على ان الحدث ده بيرعاه شركه كذا وشركه كذا، ما بنتكلمش بشكل مباشر او بنعمل تفخيم للحملات الاعلاميه على ان هناك رجل اعمال الفلاني هو الذي يرعى هذا الحدث. فبنبدا ندي قوه اكبر من حدها ونبدا ندي قوه اعلاميه ضخمه جدا ممكن تسبب بشكل كبير جدا استفزاز ما بين رجال اعمال وصراعات. فاحنا مش عايزين، احنا برضه هدفنا الاساسي هل فكره التلاعب بالعقوبات. طيب كلامك واضح، هسال فيه الدكتور جاب، بس قبل ما اسال كمان، هل انتوا عندكم عبد الله ملاحظات على، هل شفتوا ان الصوره اللي عليها الاحتفالات لا تتناسب مع تقاليد الجامعه؟ بس يا استاذ وائل الفكره كلها ان احنا ما بنتكلمش، طالما الجامعه سمحت بان يكون هناك سحور، طالما الجامعه سمحت بان يكون هناك هذا الشكل من الامور فخلاص ما فيش مشكله. احنا بنتكلم في دور الامور هو اول. طب يعني انتوا ما اتكلمتوش عشان بعض الطلبه متكلمين عن انه اصل كان في مش عارف مظاهر الاحتفال، في بعض المظاهر الاغاني الشعبي واللي مش بجو رمضان، كل دي امور فرعيه ممكن نتكلم فيها وما فيهاش اي مشكله لو احنا حتى قعدنا. ما, 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 ما الجامعه كقلعه تنوير ما هياش ضد الفن يا عبد الله، بالعكس. انا ما عنديش مشكله ضد اللي حصل، انا ما عنديش ازمه في ده، انا بتكلم في نقط اساسيه. طيب. انا بسيرها حوالين هذا الامر. طب خلينا اسال الطالبه مي ايهاب كليه الاعلام جامعه القاهره. يا مي اهلا بيكي. أهلا وسهلا. مي شفتي بيان اتحاد طلاب جامعة القاهرة اللي بيعترض على السحور لعدة أسباب، ربما على رأسها على قمتها أنه راعي هذا السحور رجل أعمال هو أحمد أبو هشيمة، عندهم تخوف أنه يتم استخدام الجامعة كديكور سياسي واجتماعي يحقق فيه رجال الأعمال مصالحهم، وعنده كمان تحفظات على بعض مظاهر الاحتفال. اتفضلي. هو انا شايفه في البدايه البيان من ناحيه تانية خالص ان هو مجرد حب ظهور من اتحاد الطلاب، ما بيحبوا يعترضوا على اي حاجه بتحصل، اي حاجه ايجابيه بيحاولوا يشوهوها. يعني احنا شفنا السحور امبارح كان مظهر ناجح جدا وكان فيه منظم بشكل كويس، فهم ما بيحبوش كده، يعني بيحبوا مجرد الاعتراض علشان يظهروا ان الاتحاد ليه دور. انما احنا اللي شفناه من دكتور جابر من ساعه ما مسك الجامعه مش كده، احنا شايفين ان هو بيعمل لصالح الطلاب سواء أنشطة أو غيره، غير إنها كمان بتبقى رسائل للخارج إن إحنا عندنا استقرار جوه الجامعة أو عندنا استقرار في البلد. يعني في رسالة بيتم توصيلها سواء بالاحتفالات الفنية اللي يعني نجح فيها الدكتور جابر بشكل كبير، أكثر من حفلة فنية تمت في جامعة القاهرة، وأنشطة كتير مش مجرد احتفالات فنية، يعني أنشطة في كل المجالات، رياضية وفنية وثقافية واجتماعية، كل الأنشطة. فانت شايفه ده بيوصل رسائل ايجابيه بما فيها سحور الامس، لكن الرسائل السلبيه اللي بيتكلم عنها اتحاد الطلاب انه في تخوف انه رجال الاعمال يستخدمون الجامعه بهذا الشكل. اي حفله او اي نشاط اجتماعي في اي مكان حتى مش في الجامعه بس لازم يكون ليه اكتر من شركه راعيه، وده مش معناه ان الشركه دي مسيطره على عقول الناس زي ما هم كاتبين في بيان اتحاد الطلاب. هم كاتبين الجملة الأخيرة إن المال السياسي يخترق الجامعات في محاولة جهنمية للسيطرة على عقول الطلاب. عايزة بس أضيف حاجة بموضوع الخدمة العسكرية في الجامعة. أنا شايفة إن ده نموذج مصغر من الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، اللي هو فيه انصياع لأوامر، يعني هو مجرد هي عبارة عن كده زي الخدمة العسكرية اللي الناس بتقضيها سنة أو اثنين أو ثلاثة في الجيش. فأنا شايفة إن ده بيحاولوا ده برضو زي اللي بيحصل في العادي، مش حاجه غريبه ان هم يقول لهم اعملوا كذا فهم بيعملوا كذا،
وهي ما بتبقاش فترتها طويله عشان الناس تقول لك شكرا. طيب. يعني احنا ما قعدوش في بيوتهم وخلصوا خدمه واحنا رجعناهم ابتديناهم تاني علشان يعملوا في الجامعه. طيب بشكرك. هاخد بس تعليق اخير كده من الدكتور جابر. دكتور جابر يعني ربما البعض ممكن يكون في كلام اتحاد الطلاب اذا هذا التخوف يعني انه بيبقى في تخوف انت عارف انه بعض رجال الاعمال في حياتنا السياسيه ربما يستخدمون بعض المنابر بعض الساحات وحدث ذلك كثيرا يعني ممكن يكون عندهم هذا التخوف ان ياتي رجل اعمال غدا فيقيم احتفالا ورجل اعمال ثالث ويبتدي هنا صراعات رجال اعمال على استخدام بعض الساحات لكن الجامعه يجب ان تكون بمنأى عن ذلك. هل 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 ده هل هذا التخوف محق ولا لا؟ استاذ وائل يا استاذ وائل هي تخوفات مشروعه ونحن نقدرها ولكنها غير محقه. انا عايز اقول عايز اقول لك بس قول لعبد الله اتحاد الطلبه على خلال عام عمل انشطه ايه في الجامعه؟ انا لو استنيت اتحاد الطلبه علشان يعمل انشطه في الجامعه مش هيتعمل اي انشطه في الجامعه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا معاك على الهوا بتحداه إذا كان عنده شكاوى من طلبة من العسكرية يجيبها لي مكتبي يوم الحد وسوف يعني أحقق فيها بجدية. النهاردة النهاردة أنا بقول لك على الهوى ولذلك النهاردة استخدام ظرف لحظي مال سياسي ده يعني أنت بتفتح الجامعة لمال سياسي ينظر ويعمل قواعد ويعمل كذا. أنت ده دي رعاية لحظية الحدث تم في 3 ساعات وانتهى. يعني ما بيعملش قواعد داخل الجامعة يعني. ازاي يا فندم ازاي اذا كنت انا رئيس الجامعة الوحيد اللي اعلن انه لا عمل للاحزاب داخل الجامعة وهاجمني الكثيرون ثم بعد ذلك صدر تعديل تشريعي يقر رأيي. كيف يتحدث عبد الله عن ذلك؟ كيف يتحدث عن ذلك مع جابر نصار؟ هذا عبث. هذا كلام غير صحيح لا أوافق فيه. قد يكون لدي تخوفات مشروعة ولكنها غير محقة. النهاردة جامعة القاهرة منارة ومثال لاستقلال الجامعة جامعة مستقلة محترمة وقفنا ضد وزارة التعليم العالي في موضوع الاستثناءات ووقفنا في موضوع التوزيع الجغرافي ولجامعة القاهرة ووقفنا في قانون المستشفيات وقفنا لنا وقفات التي تميز جامعة القاهرة ومجلس جامعة القاهرة. يجي النهاردة يقول لي مال سياسي واستقلال الجامعة؟ هذا كلام لا يمكن قبوله على الإطلاق. وأنا بقول لعبد الله يا عبد الله تعال اقعد مع رئيس جامعتك. التخوفات اللي في ذهنك ده غير صحيح كان ممكن تيجي تتكلم معايا. وأنا أثق إنه حضرتك هتفسح المجال لمناقشه في مكتبك مع طلاب عندهم تخوفات يا دكتور. ليس لدينا تخوفات. انا رئيس جامعه ميداني. انا قاعد مع الطلبه لاخر لحظه. انا اكثر رئيس جامعه متواصل مع طلبتي. ما بقفلش ادونهم باب ولا شباك. ازاي؟ دكتور جابر انا بطمن الناس كلها ان قايل عن مال سياسي هي رعاية لحظية لشركة يملكها من هذا لا يهمنا على الإطلاق. طيب انت طبعا هنا كلمة يسيطر على عقول الطلاب. طبعا السيطرة على عقول الطلاب ده يعني ده عايزة خطة ممنهجة مش سحور يعني. يعني ايه بيشارك في سحور لحظي بيحضر فيه الطلاب واولياء امورهم وطلاب من عين شمس. ده في طلبه جايه لي من الزقازيق يا استاذ وائل. في طلبه حضروا السحور جامعه القاهره من الزقازيق واسكندريه. الطلبه بيكلموني على الصفحه وبو جايين كانوا منتسق 25,000 طالب بيتجمعوا في مكان. وعايز اقول لك العسكريه كمان. طب النهارده الشرطه ما بتدخلش الجامعه. مش ده تنظيم ذاتي داخل الجامعه من الطلاب يا استاذ وائل؟ الو انا سامعك يا دكتور يعني جابر. مش ده تنظيم ذاتي من الامن داخل الجامعه من الطلاب؟ طبعا النهارده طبعاً. النهارده لحسن طلاب جامعه القاهره ينظموا السحور ولا يدخل الشرطه تنظم السحور جوه؟ ده ينفع؟ لا الحال المشاهد اللي شفناها سواء في الحفلات الفنية اللي نجحت فيها في انك تعيد الجامعة كقلعة للتنوير. يا استاذ وائل جابر نصار وجامعة القاهرة في نجاحها مستهدفة
من الكتائب الإلكترونية التي تريد أن تشوه هذا النجاح، ولكننا ماضون في طريقنا في تفكيك بنية التطرف واستخدام الثقافة والفنون والتواصل مع طلابنا لمواجهة التطرف والإنهاء. طيب بس أنا عندي بس ملاحظة دكتور، في موروث متغلغل في صدورنا وعقولنا إن في رجال أعمال استخدموا في السنوات الماضية ساحات كثيرة، هذا الموروث ممكن يكون بيخلي البعض عنده حساسية، فممكن على جثتي يحصل على نقاش مع الطلبة يعني. يا وائل، على جثتي أن يكون هناك تأثير سلبي على طلاب جامعة القاهرة ومجتمعها الأكاديمي لكائنا من كان من رجال الأعمال أو من غيرهم. طيب وأنا أثق في كلامك دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بتوجه لك بالشكر. عبد الله رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عبد الله أنور، بتوجه لك بالشكر يا عبد الله، والطلبة والطالبات اللي اتكلموا معانا بتوجه لكم جميعا بالشكر. اهتمينا بالموضوع لأنه بيحتل عنوانا مثيرا ومهما، يعني هل يمكن رعاية بعض رجال الأعمال لأنشطة داخل الجامعة إنها تكون بمثابة استخدام للجامعات، بمثابة ديكور سياسي وعلمي واجتماعي يستخدمونه لتحقيق مصالحهم؟ أسئلة كلها مشروعة، لكن تظل أسئلة ولا يمكن أبدا إن احنا نعتبرها اتهامات، خاصة إنه تم تفنيدها. بالإضافة يا جماعة إنه كمان النشاط الاجتماعي والنشاط الفني مطلوب داخل الجامعات، الجامعات دي في وقت من الأوقات اقعدوا استعيدوا الصورة، كان الصورة ايه؟ ميلوتوف يتم إلقاؤه، دخان بيطلع، يتم استخدام بعض التكسير، مشاهد التحطيم والتكسير، فلما تبقى الصورة المضادة هي التي نجدها الآن في الجامعة، حفلات فنية، مناسبات اجتماعية، التخوفات مشروعة، الأسئلة مطلوبة، ويجب أن يتسع صدر الجميع، خاصة دول طلبة، ويجب أن يتسع صدور الجميع لمناقشة الطلاب.